يلا اخرى كيف بلاتي كسورو اختي واحد جوج ثلاثة أربعة عرفتي يا خوتي قفروها الحباب ديالي قفروها بعضي وأشرف وداك الشيء غيجي بابا غيجري عليهم أنا قلتها لكم عطرة الدان وداي معاهم مع الخمسة عرفتي معصب والله معصب وأول نهار في رمضان معصب معصب دابا راه ادنات المغرب تبارك الله الطبيله اللي وجدت ماما ما خلات حتى حاجه ما حطاتهاش العواصي وداك الشيء الله يعطيها صحيحتها ولكن اش غدير لهم منين يدخلوا؟ دابا هي خليها قال لها شوفي بعينك ياك يلا انا نخلي اي واحد دخل انت ما عليك كلام ماشي مشكل دخل دخل حتى ما عليك كلام هذاك هذاك ني تتشوف عويناتو تتنسى وجعاتو ماشي مشكل ديالي ها هي لا مغزله ديالي تفضل رمضان كريم اش ما تمنيتو بالصحه والسلامه والعافيه يا ربي وانتي شنو غتقول لهم رمضان كريم باش ما تمنيتو الصحه والسلامه اولنا انا يخيط كنت باقي تنقول لهم راه ما دايرش كلشي كلشي مزيان طول عمرك حبيبه علينا دابا خوتي باقي اشرف وباقي ساره تيجيو هذوك غادي بابا غادي تشوف شنو غادي يدير لهم هذوك ما خصهمش يتبهدلوا هذوك ما شحال خصهم جيتو ما هذو جبنا الاذان وجيت تبارك الله عليكم يلا السلام عليكم اهلا وسهلا الله يسامح عليهم واش مبارك اهلا بالصحه بخير كلشي مزيان بخير خليتي لنا ما الله الا خدامه اقسم بالله الا بابا الله يحفظكم لينا وينجيكم طبيعتكم دايزه الكلام الله يدعيكم نجحتم واخا تعطلوا شويه الوليدات على المائده ديال الافطار ولكن عندهم العضل وحنا الحمد لله انا ولا جميله فرحانين فرحانين بالوجود ديالهم والله دابا بغيتكم تقولوا لنا البروغرام ديال اول نهار اللي حنا كنا كنجمع عندكم الحمد لله هذاك الشيء وكل انا ما خرجتش من الكوزينه بقيت معاون لاله جميله لان داتنا بزاف ديال الشهيوات الله يحفظها الله هذاك الشيء خاطر ما شاء الله ايوا وان شاء الله احنا رايحين دابا تشوفوا السينماتيك ديال الطبيب بابا هي العوينه اللي كتكال كتاكل وهي فعلا ولكني عاوتاني داك العوينه تحيد اخوتي يلا دخلات عيا دخل عليها رمضان عيانه مريضه مريضه بزاف الله يحسن العوان عندها الاء وليليا ويلا رحلات عرفتي والله لا سخفات لينا لتحت يلا طلعناها على الباطن والله يحسن العوان ماشي سهله الرحيم مسكينه اختي لا باقي ما فطرت ما والو عطيوها غير التميره ولا شي حاجه راه حليبه ايوا هذا نهار واش من نهار يا ماما نهار واش من نهار ياك ماما
ايوا وليداتي ما عندهم كل واحد عنده العذر. واحد ما متسانسينش يلا اول نهار هذا كلها وشنو واقع له؟ انا كنجي من 8 الصباح وانا فايق. والحمد لله والله الحمد لله الحمد لله الله يخليك لينا يا ربي. شويه صايا صايا قلت لها شنو وقع لك قالت تشهد شويه شوفي نشوف 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 هذا الزين تبارك الله وكل باش ما تدوخش كل ماما اويلي شنو هذا هادي الشيء ولات عرفتي ماما اجي بغيت نشوف ردة الفعل ديال بدر حيت يحماق عليه منين تحطو في الطبله شنو هادي ليا بلاتي نشوفو بغيت نشوف واو واو او ماي جاد الله يحفظك ويجزيك امانتي الله يحفظك هادشي خاطر بابا شي خاطر 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 بابا سي با فري انت اللي صوبتي لا اله الا الله نشوف 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 داكشي الخاطر هو سمعوني خاصكم تعرفوا انا قلت لها دي التصويبه ديال العكاس خاصكم تعرفوا باللي كل سبت عند واحد فينا دابا ان شاء الله كل سبت غادي تشوفوا نتوما تحكموا داكشي الخطير كيفاش داير ما عرفتش والله ماماكم هي الاولى ضروري على كاين شي واحد قد على الوالدين ناري 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 هادي واعره هادي صورتيني وانا بضرب بقاني وانا بهضر الله يعطيك الصحه صحتكم وراحتكم الله يحفظك ليا الحبيبه ديالي والله يحفظك ليا وين يجيك هنا يحرق فيك شي عظم صحتكم وراحتكم سنين صافي تخوازو ايوا تبارك الله على الطويبله ديال ماما وبابا كنشكرهم بزاف بزاف قسما بالله تعبوا مساكن ولكن كانت فرحه زوينه زوينه هذا حماق هذا لا تعبكم راحه الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك على مي مسكينه ضربات تماره دائما ماشي دابا دائما كتبقى واقفه هي الاولى وكتريح هي الاخرى كيف بلاتي كسورو كيف كتشوفوا والله الا شوفوا صراحه البدايه ديال رمضان كانت فرحان بزاف فيها انا لانه تجمع الخوت كاملين هذه قاعده ديما دائما كدار والله القسم تزوينه بزاف وهاد الدجاج هذا ما غيخلينيش نقادو بزاف حتى يحتو واحد في التران في هذاك الشومبر اللي كاين في التران كانت جالسه بحال هكا وهي ما واحد الكليب ديالها حداها هو يدخل عليها واحد العراوي لابس واحد البوق هو يدخل بحال هكا وداك البوق ما نعاودش تبارك الله نقي والمهم هو يجلس بحال هكا جلس معاه بحال هكا وجا النعاس مع الطريق طويله جا المد النعاس واحد البوق ديالو هو ينعس الكلب سميتو الكلب سميتو بيبي قلت لك هو صافي واحد شويه هو يشد ديك القاوليه قالت باش انا نرتاح ننعس وهي تشد شدات البوط ديالها شدات البوط ديال السيد وهي تلوح من الشرجم لاحتو من الشرجم وهي تكعب شرتاحت مسكينه صافي ونعسات جا هو ناض ناض هي ما يقلب على صباطو ما لقاهاش هو يعيق فيها ويشد الكلب ديالها تاهي هو يلوحو وهي تنوض هو بيبي طو هو بيبي طو هو ينوض برزطها قالت مالك هذا هو بيبي طو انا مشا يجيب بيبي طو يلا نشوفوا زكينا قول قال لك واحد السكران طلع الطاكسي من الطاكسي رجلي خايب ويسولو قال لي هاد الطاكسي شحال من الخيل فيه قال لي 8 قال لي واحد عندك جيب يلا قلنا الاخرى لا عندك انت قول هذاك فاش يقول لك شحال هذيك اللي قلتي قبيله زوينه عاود عاود ما سمعتهاش ماما سنينات ديال سنينات واحد راجل كبير ديال مارشاليان واحد المراه كبيره مشات باش الطاكسي حمر قبلها واحد مو طاكسي وتم راجع مارشاليان قالت لي وليد هاد مارشاليان محسوب عليا قال لي لا ما انت فابور قالت لي وديني مارشاليان هادي واحد النكته واحد جوج ثلاثه اربعه ايوا خوتي اش غنقول لكم داكشي بقاو تلديت تبارك الله كلشي تلحس كلشي تكال بصحتكم والله العظيم الا هذه هي الفرحه عندي وهذا
رمضان غادي يدخل علينا وعليكم بالصحيحة والسلامة وباش مات منيتو ان شاء الله. الله يجعل لينا كل افراح وسعادة يا رب يا رب بوجودكم الله يحفظكم. اشرف تال من الخصمك مع خويا قنية. لا تفضل تفضل زوين. لا مع الشيخ شابيل تيعيش في العربية بزاف. لا 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 انا دائما نروح الماكلة في رمضان باش ما تجيش ناكلش خصني ضروري ناكل هذا سميتو خص ايه خطه خويا خطه صحتك كاملة بركه عليك كي تنط نعس او هذا لا حول هذاك زين هذاك زين فعلا انا تبارك الله عليكم الحبيب ديالي الله يحفظكم ونجيكم وصح نهار زوين والله الا نهار داز مبارك سعيد وشكرا لفتيحه بواسون تبارك الله عليها كتصيف ديكشي نقيقي شوفها مادو كلهم قانون كلديه تبارك الله تبارك الله والله وان شاء الله الرحمن الرحيم دوزوا رمضان بالصحيحه والسلامه وباش ما تمنيتو وان شاء الله الرحمن الرحيم موعدنا عند من؟ ان شاء الله اشرف والهي اشرف مرحبا بكم